مشاهدينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد. قمة مصرية أردنية شهدها اليوم قصر الاتحادية في القاهرة، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أخاه عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين. تناولت هذه القمة المصرية الأردنية عددا من القضايا والموضوعات، في مقدمتها دعم القضية الفلسطينية في هذه المرحلة، وكذلك دعم العمل العربي المشترك وزيادة آفاق العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين مصر والأردن. للمزيد من الإيضاح والتعليق على هذا الموضوع نرحب اليوم بسعادة السفير الدكتور يوسف الشرقاوي مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا وسهلا بحضرتك سعادة السفير. نبدأ معا بهذا التقرير الذي يناقش ويلقي الضوء على هذا الموضوع، القمة المصرية الأردنية التي شهدتها القاهرة اليوم. بعده نبدأ الحوار. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمطار القاهرة الدولي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس رحب بزيارة أخيه جلالة الملك عبد الله إلى القاهرة، مشيدا سيادته بالعلاقات الأخوية المتينة بين مصر والأردن وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة، ومعربا سيادته عن التطلع لتعزيزها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، سواء على الصعيد الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع العراق الشقيق، لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري. كما ثمن سيادته الجهود التي تبذلها الحكومة الأردنية في إطار رعاية الجالية المصرية الموجودة في الأردن. حيث اصطحب سيادته ضيف مصر الكريم إلى قصر الاتحادية، حيث أقيمت لجلالته مراسم الاستقبال الرسمي وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف. وأضاف المتحدث أن ضيف مصر الكريم أعرب عن التقدير العميق الذي تكنه الأردن لمصر على المستويين الرسمي والشعبي، واعتزازها بالروابط الممتدة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وكذلك مسيرة العلاقات على مستوى آلية التعاون الثلاثي مع العراق الشقيق، مؤكدا حرص الأردن على الاستفادة من جهود مصر التنموية في كافة المجالات من خلال تبادل الخبرات والاستثمار المشترك. وعقب انتهاء الزيارة حرص السيد الرئيس على توديع جلالة الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية مغادرا بسلامة الله من مطار القاهرة. للمزيد من الأضواء على العلاقات الأخوية بين مصر والأردن نبدأ حوارنا في هذه الحلقة من المشهد مع سعادة السفير الدكتور يوسف الشرقاوي مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا وسهلا بحضرتك سعادة السفير. شكرا لحضرتك أحمد مكة أنور. أهلا وسهلا على هذه الدعوة الكريمة. شكرا لحضرتك. كيف تلقي الضوء على أهمية هذه الزيارة للعاهل الأردني لمصر، وكذلك إلى أي مدى تعبر هذه اللقاءات المتكررة على مدار الفترة الأخيرة والسنوات الماضية بين الزعيمين عن قوة ومتانة وتاريخ العلاقات بين البلدين؟ الحقيقة أن أود أن أشير في البداية
باختصار شديد، لأن العلاقات المصرية الخارجية نشطة في مختلف الدوائر العربية والأوروبية والأمريكية والأفريقية طبعا كأولوية وغير ذلك، وأيضا في إطار الدبلوماسية متعددة الأطراف. وكان من أهمها مؤخرا نجاح مؤتمر تغير المناخ في شرم الشيخ مدينة السلام، ونجاح مصر في استضافة هذا العدد الكبير لأعضاء منظمة الأمم المتحدة والعديد من المنظمات غير الحكومية وغير ذلك. فرغم هذا التحرك في مجالات مختلفة، إلا أنه أنا شخصيا أرى أن الدائرة العربية في إطار صدارة أولويات الدبلوماسية المصرية. نعم. وإذا يعني نظرنا إلى في هذا الإطار، نجد أن مصر خلال البضعة سنوات الأخيرة أصبحت قبلة للقادة والرؤساء العرب في السنوات الأخيرة. يعني على سبيل المثال مع المملكة الأردنية الهاشمية، نجد أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية تقريبا كان يلتقيا كل 3 شهور أو شهرين على مستوى القمة. نعم. في مصر في الغالب أو شرم الشيخ أو شيء من هذا القبيل، تقريبا كل 3 شهور أو شهرين. إلى جانب أن التحرك مع الأردن بيأتي في إطار دوائر مختلفة، يعني على مستوى الثنائي زي ما لمسنا في هذه الزيارة المهمة، وقبيل زيارة عاهل الأردن إلى مقابلة السيد الرئيس عبد المجيد تبون في الجزائر لمتابعة نتائج مؤتمر القمة العربية الأخير، ثم بعد ذلك سوف يعرج على إيطاليا لمقابلة رئيس الوزراء الإيطالية الجديدة جورجيا ميلوني. يس. فبالتالي ده يؤكد أهمية مصر في حتى في التحرك الأردني، فيكون مصر هي القبلة. إلى جانب أن هناك دوائر مختلفة، يعني على سبيل المثال وليس الحصر، هناك دائرة تجمع مصر والعراق والأردن، وهناك دائرة أيضا مصر والأردن ودولة الإمارات العربية المتحدة، واللي احنا شفنا فيه خلالها تم التوقيع على مذكرات فيما يتصل بإقامة مناطق تكامل صناعي بين هذه الدول. هناك دائرة أخرى مصر الإمارات الأردن والمملكة العربية السعودية. كل هذا يبين كيف أن إلى جانب طبعا إن احنا الاثنين مع بعض في جماعة الدول العربية في منظمة التعاون الإسلامي وهكذا. نعم. كل هذه الدوائر بتعمق العلاقات ما بين البلدين في مختلف المجالات. ولكن الدلالة المهمة في هذا الشأن، يعني عشان نستفيد من هذا، أنه اللقاء على المستوى القمة بيبقى له دلالات أخرى أكتر، لأنه اللقاء بين الزعيمين في البلدين بيعطي فرصة للتشاور ويعني توافقات أكثر، خاصة في مواجهة التحديات اللي احنا بنعرفها، خاصة القضية الفلسطينية وسوريا وليبيا واليمن وغير ذلك في المنطقة العربية، ومشكلة الأمن الغذائي كما نعلم في العالم كله، وأمن الطاقة وغير ذلك. فاللقاء على المستوى القمة يمكن الزعيمان من دراسة هذه التحديات، وأيضا إلى جانب ذلك بحث سبل تطوير أكثر للعلاقات المتينة بالفعل. نعم. بين البلدين. هناك آليات أخرى مهمة جدا، زي مثلا اللجنة الحكومية العليا المشتركة بين البلدين. إذن هناك دوائر مختلفة، ولكن الحقيقة وهناك التعاون بين وزارتي الخارجية في البلدين والوزارات المختلفة. كل هذا يصب في إطار إيه؟ نعم. في إطار يعني عدة عوامل. أولا تحقيق الأمن القومي المصري والأمن القومي الأردني، وفضلا عن الأمن القومي العربي، الثلاث دوائر مرتبطين ببعض. وأيضا في منتهى الأهمية رعاية أبناء مصر في البلدين، يعني رعاية المصريين في الأردن ورعاية الأردنيين الموجودين أيضا في مجالات استثمارات مختلفة وعمل في مصر. الجالية المصرية نشير إلى أنها هي الأكبر في الأردن. نعم. يعني أعتقد بعد دول الخليج تأتي على طول الأردن وتساهم في عملية البناء والتعمير في الأردن. نعم. إلى جانب أن بتبقى هذه الزيارة أيضا فرصة أنه الجانب الأردني بكل على كل المستويات بيستفيد من الخبرات المصرية في مجالات مختلفة، كما نشهد الآن في عملية النهضة
التي تشهدها مصر في القطاعات الأمنية البنية التحتية المتنوعة، بتبقى فرصة للجانب الأردني أنه أيضا بيبني ويشيد في بلاده، أنه يستفيد من الخبرة المصرية في هذا الإطار. نعم. إذا تحدثنا عن آفاق التعاون بين البلدين وليكن في القضية العربية، يأتي في مقدمتها طبعا القضية الفلسطينية. نعم. قضية العرب الأولى لا شك. نعم. تعلم حضرتك أن هذه الفترة تشهد الأراضي الفلسطينية حالة من عدم الاستقرار وحالة من التوتر والمواجهات، بل والعنف المضاد والمقاومة من الجانب الفلسطيني ضد الاحتلال. ما هي الأسس التي يمكن البناء عليها بين البلدين لتحقيق نوع من الاستقرار والانفراج في عملية السلام، خاصة وأن الشهور الماضية شهدت عقد القمة العربية في الجزائر وكذلك عقد المصالحة الوطنية الفلسطينية في الجزائر أيضا؟ هنا يعني على سبيل المثال وليس الحصر، فيما يتصل بالقضية الفلسطينية، مصر دائما بتقوم بدور يعني مركزي أو رئيسي فيما يتصل بتحقيق أهمال الفلسطينيين، وخاصة فيما على كل المستويات في مصر، ابتداء من مؤسسة الرئاسة ووزارة الخارجية والسفارات وغير ذلك. كانت هناك عدة قمم مع الرئيس الفلسطيني والعالم. نعم. الأردني أيضا في القاهرة، وكانت نعم. هناك قمة العقبة وغيرها من مباحثات. نعم، كل هذا يهدف إلى العمل المشترك، لأن هذه القمم أيضا المصرية سواء الثنائية أو الثلاثية أو الخماسية أو شيء من هذا القبيل، أو مثلا قمة الجزائر، كل هذا يأتي في إطار تعزيز العمل العربي المشترك الذي نحن في حاجة إليه الآن أكثر من ذي قبل، لأنه كما رأينا التأثير الأزمة الأوكرانية الروسية على العالم أجمع، خاصة في أمن الطاقة والأمن الغذائي، وكيف أن الاتحاد الأوروبي بيتعامل الآن رغم ما يواجهه من تحديات وصعوبات وبعض الاختلافات بين بعض الدول، بيتعامل كتكتل أو كمجموعة واحدة من أجل تحقيق المصالح الأوروبية العليا. ومن ثم نحن كعرب أعتقد أنه أن هذه المرحلة الحالية نحن في حاجة إلى تعزيز العمل العربي المشترك عن ذي قبل. نعم. والعمل من أجل بقى تفعيل قمة الجزائر أو تفعيل إعلان الجزائر الذي صدر عن هذه القمة، خاصة فيما يتصل على سبيل المثال القضية الفلسطينية. القضية الفلسطينية مصر والأردن الحقيقة لهم دور رائد في هذا الشأن، وكلهم يعني كل دولة ليها باع في هذا الأمر كثيرا، وكما نعلم مصر دائما بتستضيف كل الفصائل الفلسطينية على أرض الكنانة هنا، ويعني حققنا العديد من الانفراجة يعني المصالحات بينهم. نعم. الوقت ده يعني أهم من ذي قبل. لماذا؟ لأن نحن إذا حكومة إسرائيلية جديدة وانتخابات جديدة، وللأسف مع تصعيد أعمال العنف كما رأينا في الأراضي الفلسطينية المحتلة واستشهاد العديد من أبناء فلسطين حتى خلال الأيام الأخيرة، يعني لو قلنا الأيام الأخيرة والشهور في تصاعد في هذا، إلى جانب أعتقد أن هذه الزيارة كانت فرصة أيضا للتأكيد على الحفاظ على المسجد الأقصى. نعم. وعلى حرم المسجد الأقصى وباحة المسجد الأقصى، لأن هناك ميل من بعض المتطرفين هناك من أجل محاولة يعني تطبيق ما هو على الخليل من التقسيم المكاني والزماني على المسجد الأقصى، وهذا مرفوض تماما في رأيي. نعم. الشخصي، لأنه يجب يعني نؤكد دائما أن المسجد الأقصى له قدسية عند المسلمين، وأن وضع القدس نفسه عند المسيحيين وعند المسلمين له أهمية كبيرة وعند الناس المحبين للسلام كلهم في العالم أجمع. نعم. ومن ثم نعمل دائما في مصر وأيضا في الأردن على أهمية تحقيق قامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للمرجعيات المتفق الدولية. عليها. نعم. الدولية، وأيضا وفقا لمبادرة السلام العربية. نعم. ينضم إلينا أيضا للتعليق على هذا الموضوع الأستاذة سوسن أبو حسين، مدير تحرير مجلة أكتوبر المصرية. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة سوسن. هذه القمة المصرية الأردنية
هل يمكن استثمارها في هذا التوقيت بالتحديد لتحقيق انفراجة تحديدا في ملف القضية الفلسطينية، وما يتزامن مع هذه القمة من تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة لعلها طبعا هي يمينية يعني متشددة للغاية، لكن هل هناك من سبل أو وسائل لاستثمار هذا الزخم العربي الحادث حاليا؟ بكل تأكيد طبعا ستخرج رسائل من هذه القمة ومن قمة الجزائر أيضا، هناك رسائل موجودة، ولكن من المفترض أن يتم إبرازها في التوقيت الحالي لتوجه إلى الحكومة الإسرائيلية الجديدة. ده توقيت فعلا مناسب. هذه القمة جاءت لتعلن أن هناك قرارات مهمة بالنسبة للجانب الفلسطيني اتخذت من أجل تفعيلها وليس من أجل تركها، لأنه الجامعة العربية حذرت والرئيس السيسي حذر قبل كده من حالة الجمود الحاصل في عملية السلام منذ سنوات وعدم التحرك نحو الحل، بينذر بتفجير الوضع وهو ما يحدث ما بين وقت وآخر، ولكن ممكن يستعل أكثر من ذلك. وبالتالي هناك رسالة على أكثر من محور، محور أن الأمن للجميع، للشعب الفلسطيني، ولدعم استقرار وبناء موضوع الدولة الفلسطينية، حصول الشعب الفلسطيني على حقه في تقرير مصيره وبناء دولته وفقا لحل الدولتين. كل هذه رسائل قد تعتقد إسرائيل بين وقت وآخر أن مع مرور الوقت لن يطالب أحد بهذه الحقوق، لكن هناك شعب ينتظر الحل منذ عقود طويلة. وبالتالي آن للمجتمع الدولي والضمير العالمي أن يتنبه لخطورة استمرار الوضع على ما هو عليه. بالتأكيد قمة القمة الثنائية المصرية الأردنية جاءت في توقيت مهم، وستخرج منها رسائل مهمة جدا، ويعقبها ربما تحرك كبير العقد لتشكيل اللجنة التي من المفترض أن تتحرك دوليا لتحريك عملية السلام واستئناف مسار السلام مرة أخرى. أتصور أنه ممكن يعني خلال العام الجديد ممكن يحمل لنا بعض النتائج الإيجابية، وبدون ذلك سوف ينفجر الوضع مرة أخرى لا قدر الله في الأراضي الفلسطينية. نعم، وكما نعلم طبعا أن البلدين بذلا جهودا كبيرة لتحقيق المصالحة المأمولة بين القوتين الكبريين في الشعب الفلسطيني، فتح وحماس. كذلك حدثت انفراجة من خلال المصالحة التي حدثت بين الجانبين في الجزائر، وما نتج أيضا عن القمة العربية من مخرجات. ما هي سبل استثمار كل هذه النتائج، خاصة وكما تعلمين حضرتك أن مصر تحديدا يعني اطلعت بدور تاريخي في القضية الفلسطينية وبذلت جهودا مضنية لتحقيق هذه المصالحة تحديدا، وتبذل جهودا كبيرة أيضا لتحقيق نوع من التهدئة في الأراضي الفلسطينية لتجنب نزيف الدماء والعنف؟ يعني مصر دائما تتحرك في يعني على مدار نقول الأشهر بدون توقف. يعني مصر لم تتوقف لحظة واحدة حتى لو في اجتماعات أو بدون اجتماعات لدعم القضية الفلسطينية وتخفيف العنف الواقع على الأشقاء في فلسطين، سواء في غزة أو في الضفة أو في أي مكان في فلسطين المحتلة. طبعا بالنسبة للملف المصالحة هو ملف أصيل وموجود، ومصر تلم يعني لديها علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، وبذلت جهود كبيرة ووضعت الأسس التي سيتم على أساسها المصالحة وقابل بها بالطرفين. وكان اجتماع الجزائر كما أشرت للمصالحة الفلسطينية كان بند مهم وحاضر. نعم. وحتى أعتقد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث مع الرئيس أبو مازن عن أهمية استكمال واستمرار جهود المصالحة حتى يتم الخروج بخريطة طريق واضحة تساهم في تحريك عملية السلام. نعم. وفي نفس الوقت تحافظ على التهدئة وعدم يعني استعال الموقف الداخلي الفلسطيني. نعم. العاهل الأردني أيضا الآن في طريقه إلى الجزائر، حيث يجري مباحثات هناك على مدى يومين تناقش في مجملها عدد من القضايا في مقدمتها الموقف الاقتصادي للأردن وغيره من ملفات. وكذلك كما تعلمين أن مصر تحديدا تحولت إلى مركز عالمي للطاقة، وكذلك الجزائر أبرمت عدة صفقات في مجال الطاقة مع بعض الدول الأوروبية. كيف يمكن استثمار هذه القمة المصرية الأردنية ومن بعدها الأردنية الجزائرية لتحقيق هذا التقارب الاقتصادي العربي؟ في تقديري أن الوقت مناسب جدا، والعرب
العرب احوج لهذا التعاون والقمم الثنائيه التي تركز على المسار الاقتصادي وايضا سياسه وجان عمله واحده، لان الموقف الاقتصادي كما هو معروف في عموم العالم وفي الدول العربيه خاصه له تاثيرات سلبيه كبيره على استقرار الدول واستقرار الاقليم العربي، ومن ثم هناك شعور بالمسؤوليه من قيادات الدول سواء في مصر او في الاردن او في الجزائر باهميه التعاون وتفعيل ملفات الاقتصاد والطاقه، لان في ثلاثي كما هو اعلن وتم تناوله على مدار العام، في ثلاثيه يعني مهمه جدا هي اساس الازمات، عامل مشترك بين جميع الدول سواء عربيه او اوروبيه، هي الطاقه والغذاء والامن. الثلاثي ده مهم جدا لدعم استقرار وتهدئه الاوضاع في سواء كانت عالميه او عربيه، ومن ثم هناك اهتمام كبير بتفعيل الملف السياسي وموضوع الطاقه خاصه ونحن في شتاء هذا العام، مؤثر بكل تاكيد على الدول الاوروبيه ويحدث ممكن له تاثير وتداعيات سلبيه على الجانب الصناعي والاقتصادي والعملي، ومن ثم لابد من ترتيب الاوراق وتفعيلها بصوره تتواكب مع المتغيرات الدوليه الكبيره التي نشهدها حاليا بسبب ازمه الطاقه اللي احدثتها حرب روسيا واوكرانيا. شكرا جزيلا لك الاستاذه سوسن ابو حسين، مدير تحرير مجله اكتوبر المصريه. سعاده السفير يوسف الشرقاوي، تعلم حضرتك ان العلاقات الاقتصاديه بارزه وقويه بين البلدين مصر والاردن، على مدار الشهور العشرة الماضية زادت معدلات التبادل التجاري بين البلدين بحوالي 2.7%. نعم. إلى أي مدى ترى أن العلاقات الاقتصادية حتى الآن يعني تعبر عن مقومات البلدين وما يملكه كل طرف من مقومات اقتصادية يمكن استثمارها وزيادة استثمارها في توطيد العلاقات؟ يعني أنا شخصيا أرى أن العلاقات السياسية والدبلوماسية بين مصر والأردن تسير بوتيرة يعني متصاعدة ومتينة وقوية بين البلدين، وأيضا العلاقات الثنائية بشكل عام، لكني شخصيا لا أرى أن العلاقات الاقتصادية ترقى إلى هذا المستوى من الدبلوماسي الموجود حاليا بين البلدين، ومن ثم في رأيي يجب العمل من أجل تشجيع سبل الاستثمارات. نحن لدينا الآن كما زي ما حضرتك تعلم يعني المشروعات الضخمة والتي نطرحها في مجالات مختلفة في مصر، في مختلف المجالات، الطاقة والكهرباء واستصلاح الأراضي وغير ذلك. نعم. الجانب الأردني أيضا في مرحلة نهضة كبيرة، لماذا لا يتم عقد اجتماع لمجلس رجال الأعمال مثلا على طول بعد الزيارة، يعني ناخد اجراءات عمليه اكشن بلان، يتعمل كده خطه عمل وتحرك، يتم عقد اجتماع مثلا. يعني اللي انا بشوفه اهميه ايضا الدبلوماسيه الشعبيه، يعني لا نركز فقط يعني دبلوماسيه الرئاسه او القمه على اعلى مستوى والعلاقات متينه والزياره الحمد لله ناجحه، هناك ايضا لجنه عليا وهناك لجنه عليا مصريه اردنيه مشتركه ممكن يتعمل لها اجتماع متابعه في رايي الشخصي، نشوف ما تم وما لم يتم مثلا، وإذا كانت هناك صعوبات ما هي هذه الصعوبات، نشوف حلها إيه، زي ما كنا بنعمل اجتماعات على طول ونشوف هذا في القطاع العربي. لكن في نفس الوقت يعني لماذا لا يتم التحرك من خلال الدبلوماسية الشعبية في البلدين لدفع العلاقات الثنائية في كافة المجالات، وأهم حاجة مجلس رجال الأعمال المصري الأردني، غرفة التجارة المصرية الأردنية، أيضا الجانب الإعلامي مهم، لماذا لا يتم بث مشترك مصري أردني مثلا مع قناة النيل للأخبار والقناة المناظرة لها مرة أو مرتين في الأسبوع لتشجيع التعاون الثقافي بين البلدين، تشجيع التبادل الطلابي بين البلدين، لتشجيع الاستثمارات مهمة جدا بين البلدين، خاصة مع التقارب الجغرافي، خاصة مع التقارب الجغرافي، إلى جانب طبعا السياحي، يعني لدينا السياحة المصرية في شرم الشيخ أو الغردقة ما فيش، ده هو كأنه في الأردن، وأيضا الجوانب المختلفة للسياحة في مصر، مصر جاذبة والأردن أيضا فيها
مناطق للجذب السياحي ايضا. ومن ثم انا بجد يعني يعني تفعيل هذه الزياره الناجحه، وايضا تفعيل قمه الجزائر، اعلان الجزائر. الاعلان ممتاز في حد ذاته، لكن يجب ان يتبع هذا الاعلان خطه عمل عمليه، يعني عشان كل حاجه ما نقولش انه خلاص ونقوم واخدين الاعلان وحاطينه في الدرج او في الرف. طيب لا، لازم يتحول الى يعني اكشن بلان، خطه عمل تحرك. هذه القمه المصريه الاردنيه في القاهره قبل قمه اردنيه جزائريه ايضا، هل معناها ان هناك رسائل ما تحملها هذه القمه؟ أكيد. ويريد العاهل الاردني ان يناقشها ويعني يحدث نوع من التواصل بين القاده العرب من خلالها؟ أكيد. يعني اعتقد انه يعني العاهل الاردني جلاله الملك عبد الله الثاني ملك الاردن انه يضع مصر اول زياره له، ده برضو تقدير عالي من الاردن على هذا المستوى للرئيس عبد الفتاح السيسي ولمصر. ومعنى ذلك ايضا وقبل الجزائر وبعد القمه العربيه. اذا هذه القمه بتكتسب اهميه في رايي فيما يتصل بتعزيز العمل العربي المشترك وتعزيز التضامن العربي. يعني اكيد انه يعني في رايي انه هذه الزياره اللي على المستوى الثنائي هنا تطرقت الى قضايا مهمه، طبعا القضيه الفلسطينيه وليبيا واليمن وسوريا وما شكل ذلك. اذا هيكون فيها متابعه من جانب جلاله الملك ملك الاردن مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وايضا ربط هذا مع القمه العربيه وتفعيل القمه العربيه. اذا هذا يؤكد لنا ان الاجتماعات على مستوى القمه كلما كانت مستمره كلما كان ذلك يصب في ده ليس فقط دعم العلاقات الثنائيه وتقويه العلاقات الوديه بين الزعيمين، ولكن ايضا في تعزيز العمل العربي المشترك وتعزيز روح التضامن العربي، وايضا في اطار العمل في رايي لانه تكتسب اهميه اخرى، لانه قبل زيارته لايطاليا والاجتماع مع رئيس الوزراء ايطاليا فده بيدي ايضا رساله في اطار يعني التشاور المتعدد على اعلى مستوى بين مصر والجزائر وايضا ايطاليا ومن خلال الاردن. فده بيبين قد ايه العلاقات على مستوى الرؤساء في منتهى الاهميه، لانها بتطرح يعني كل القضايا على بساط البحث ويتم نقاشها وايضا وضع الحلول السريعه لها. لا ننسى ايضا انه في الجانب الاقتصادي تحديدا يبرز دور دوله شقيقه ثالثه وهي العراق. طبعا عشان كده انا قلت سيادتك عندما ذكرت في الاول انا قلت ان العلاقات المصريه الاردنيه تسير في عده دوائر. اولا الثنائيه كما لمسنا في الاجتماع بين الرئيسين قيادتين، ثم آلية التعاون الثلاثي مع العراق، مصر الأردن العراق، ثم في هناك دائرة أخرى هي مصر الأردن دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين. وتم عقد اجتماعات فعلا في الأردن في هذا، وتم التوقيع على اتفاقيات للتكامل الصناعي ما بين الدول، وهناك أيضا دائرة مصر الإمارات المملكة العربية السعودية، وهناك مصر الكويت ومصر عمان وهكذا. يعني مصر الحقيقة بتتحرك في عدة دوائر مختلفة في إطار الدائرة العربية بشكل مكثف، ويأتي ذلك في إطار العمل من أجل تحقيق المصالح العربية العليا، دعم التضامن العربي، تعزيز العمل العربي المشترك، والعمل في رأيي على مواجهة بقى التحديات التي تتصل بالقضايا الرئيسية خاصة القضية الفلسطينية والليبية واليمنية والسوري. هنا أسأل حضرتك عن طبيعة الجهود التي يبذلها البلدان الشقيقان وما يمكن أن ينتج عن هذه القمة المصرية الأردنية من رؤى جديدة للتعامل مع الملفات العربية يعني التي تشهد حالة من الاختناق أو الأزمات مثل ليبيا مثل اليمن وغيرها من بؤر ساخنة. ما الذي يمكن أن ينتج عن هذه القمة من رؤى جديدة للتعامل مع هذه يعني أنا رأيي من المتابعات السابقة والمشاركة في اجتماعات على مستوى القمة متعددة في هذا الإطار، أكيد بعد قمة الجزائر وما تم الاتفاق عليه
وخاصة يعني قمة زي الجزائر دي في منتهى الأهمية لي، أو القمم أو حتى قمة المناخ اللي إحنا كدبلوماسيين أو كسفراء بنجدها بتبقى فرصة للتشاور الثنائي على مستوى القمة ما بين الرؤساء اللي بيحضروا هذه القمم، ومن ثم القمة الثنائية المصرية الأردنية. أنا أعتقد أنه تم التشاور أكيد فيما يتصل بسوريا، فيما يتصل بالتدخل التركي في شمال سوريا وشمال العراق وتأثيره طبعا على الأمن القومي العربي، وخاصة في ضوء كما هو معروف في رأيي ارتباط الأمن القومي الأردني بالأمن القومي المصري وارتباط الاثنين بالأمن القومي العربي، وفرصة أيضا لمناقشة التدخلات اللي من يعني أو القوة غير العربية إيران تركيا إسرائيل في هذه المرحلة. ومن ثم أنا في رأيي أهمية يعني أيضا أنه الدبلوماسية الشعبية تتحرك. لماذا نحن بعد هذه القمة قمة الجزائر لماذا لا يكون هناك في رأيي اجتماع لبعض الحكماء في العرب يعني لوضع أسس لحل تلك الأزمات التي تواجهنا، لأنه لازم الدبلوماسية الشعبية تأخذ خطى أيضا وتتحرك، لأنه يعني يجب في رأيي ألا نرك كل شيء على الحكومات. نعم، لهذا أسأل حضرتك. طبعا تعلم أنه كانت منذ سنوات كانت هناك يعني دعوة من بعض الأطراف العربية للانفتاح أكثر على بعض هذه الأطراف الخارجية التي تتدخل في الشؤون العربية، وليكن منها تركيا وإيران وهكذا، لكن ربما يعني لم يحدث هذا الحوار بالشكل المطلوب. نعم. أو ربما لم يعني تصغ له صورة معينة تهيكله وتضع في إطاره المطلوب. هل هذا ما حدث بالفعل وأدى إلى تأجيج بعض الأزمات العربية واستمرار التدخلات الخارجية؟ يعني مثلا تركيا في الشمال السوري وإيران تتدخل في العراق وفي اليمن وهكذا. يعني طبعا هي يعني أنا رأيي الشخصي يعني من خبرتي الشخصية أجد أنه أهمية الانفتاح ووضع الأسس في نفس الوقت. الأسس هي عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. نعم. لأن ده شرط أساسي ويتفق ذلك مع ميثاق الأمم المتحدة ومع قواعد القانون الدولي. وهذه جزئية دائما يؤكد عليها الرئيس السيسي. طبعا دي مهمة جدا. كل نعم. يعني احترام خصوصيات الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. أهمية أيضا حضرتك في هذه المناسبة أن نؤكد على أهمية احترام سيادة ووحدة الأراضي هذه الدول. زي وحدة الأراضي السورية، وحدة أراضي ليبيا، وحدة أراضي اليمن. لأنه التدخلات الخارجية هتزيد الطين بلة وهيبقى مشاكل أكتر، وهذه المشاكل تنعكس عليهم. يعني النهاردة لو شفنا الوضع في شمال سوريا مثلا ما زال متفجر كل يوم، والنتائج التي نراها كل يوم يعني الحقيقة مؤلمة، لكن ممكن هذا أن يعني يؤثر أيضا على وضع الكيان السوري نفسه وفي منتهى الخطورة. وهنا لو تشرذم هذا هيكون له تأثير أصلا حتى على تلك القوة، أقصد إيران وأقصد تركيا. نعم. القمة المصرية الأردنية هل يمكن أن ينتج عنها يعني نقاط معينة تدعم الجانب السوري؟ يعني هو في هذا الشأن طبعا كما يعني نعلم ليس كل ما هو معروف في هذا الشأن يقال يعني. لكن في رأيي أكيد يعني لازم يكون يعني موضوع زي هذا لازم يكون تم مناقشة ما هي مهددات الأمن القومي العربي لما يكون في قيادات على أعلى المستوى وفي اهتمام بالأمن القومي العربي والأمن القومي الأردني والأمن القومي المصري. أعتقد أنه هذه القضايا المهمة كانت أيضا موضع حوار بين الزعيمين. في رأي حضرتك سعادة السفير ما هو المطلوب من الجانب العربي لمواجهة هذه التدخلات الخارجية؟ يعني المطلوب أنه يعني يجب يعني إبراز حسن النية، ويجب العمل إعلاء الأمن القومي العربي ووضعه كأولوية ووضع المصالح العربية العليا كأولوية. ولنا في خبرة الاتحاد الأوروبي يعني الحقيقة مش عاوز أقول قدوة حسنة يعني،
لأنه فعلا حقق نتائج إيجابية لصالح الاتحاد الأوروبي ولصالح أهم حاجة المواطن الأوروبي. نحن يعني في رأيي يجب التحرك لتحقيق المصلحة العربية العليا اللي هي تصب في النهاية مصلحة المواطن العربي. لكن تعلم حضرتك طبعا هناك يعني اختلافات جوهرية بين العالم العربي والعالم الأوروبي يعني. لا هو طبعا الاختلافات يعني احنا يعني بنشوف كل يوم يعني مش انا شخصيا ليس من قبيل جلد الذات يعني احنا بنشوف في تغير ايضا في العقلية العربية عن ذي قبل يعني في تطور. النهاردة في دول عربية كتير الحقيقة حققت تقدم كبير وحتى المشاكل الموجودة في تلك الدول أنا في رأيي الشخصي أصبحت تحت السيطرة ومن ثم أنا أعتبر أن هذا تقدم. لكن هو المهم هو أن احنا نبني على التوافقات الموجودة وليس الإجماع. احنا خلاص مش عاوزين إجماع زي ما كنا بالنادي زمان بالوحدة العربية وما شاكل ذلك. لا أنا شخصيا مش من أنصار الإجماع، أنا من أنصار التوافقات ونبني على الممكن حتى نتحرك إلى الأمام ونطور أنفسنا. نعم. ومن ثم أنا أجد القمم المتنوعة اللي هي ثنائي ثلاثي رباعي خماسي أنا شايف أنها إيجابية. يعني زي مثلا شفنا مجلس التعاون الخليجي وقدر أن هو يعمل نجاحات على المستوى السداسي اللي هم أعضاؤه في هذا الشأن. لماذا لا أيضا مجلس التعاون المغربي يعني. وهنا نبدأ بقضايا هي أساس مشكلتنا زي مثلا مشكلات الحدود. نعم. يعني للأسف شوف الاتحاد الأوروبي حل كل المشكلات دي. كان في مشكلة بين ألمانيا وبين فرنسا أخذت مئات السنين و لكن إذن تحكيم العقل ووضع المصلحة الأوروبية في الأساس كأولوية إذن الاتحاد الأوروبي حقق هذا. نعم. المفروض هذا ينتقل. نعم. طب نعمل إيه؟ نعم. نحاول طيب نغير الوعي بقى بتاع الشباب. نعم. يعني لازم الإعلام يشتغل. نعم. لازم تتحرك على مستويات مختلفة. نعم. يعني اسمح لي سريعا من فضلك بالنسبة للعلاقات المصرية الأردنية ونحن على أبواب عام جديد، ما الذي نتوقعه بالنسبة لأفاق هذه العلاقات بين البلدين؟ أنا شخصيا أتوقع أنه مزيد من التقدم على المستوى السياسي في ضوء العلاقات المتينة والقوية والودية على مستوى القمة وعلى المستوى الثنائي في كل المجالات. وأنا أعتقد أيضا أن العلاقات التجارية وتشجيع التعاون والتجاري والاستثمارات سوف تزيد في المستقبل. لكن أنا يعني أرجو أن يتم مع بداية هذا العام الجديد عقد مؤتمر عن تشجيع الاستثمارات في البلدين بين رجال الأعمال هنا وهناك. وأيضا لماذا لا يتم النظر أيضا في عمل حوافز لتشجيع الاستثمارات في البلدين. حوافز كتيرة احنا عملنا بنية تشريعية وعندنا موضوعات الرقمنة والكلام من ده كل ده بيسهل من موضوعات الاستثمار عن ذي قبل. ولكن احنا عشان نلفت نظر بقى رجال الأعمال في البلدين ونعمق الوعي بأهمية ذلك نعمل مؤتمرات في هذا الشأن ونعمل هذا أيضا مع المملكة العربية السعودية ونعمل مع الكويت ونعمل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومع الجزائر ومع تونس. نعم. ومع المغرب وهكذا. وهكذا. لأنه هذا هو. نعم. إن أنا يعني أنا من أنصار الخطوة خطوة تحقيق التقدم. نعم. الاقتصادي. وضحت الفكرة. ونبني عليه. نعم. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. سعادة السفير الدكتور يوسف الشرقاوي مساعد وزير الخارجية الأسبق. شكرا. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا. مشاهدينا نشكركم لمتابعة هذه الحلقة من برنامج المشهد حتى نلتقي في حلقات أخرى قادمة. تحياتي وتحيات كل فريق العمل لهذا البرنامج. إلى اللقاء.